نحن أمة كلام، يعني نتكلم أمور كثيرة لا يوجد ما يقابلها في الواقع، وهذا أدركت أنه العدم. يعني عندنا الخطاب الديني، أدركت أنه هو الخطاب السياسي خطاب عدمي، خطابين توأمين. يعني وقت تحكي على السياسي عم يحكي أمور الواقع مو هيك، والخطاب الديني بيحكي شغلات الواقع مو هيك. فهون أدركت أنه بدي أعيد دراسة النص نفسه. وأول شغلة أدركتها، أول شغلة على الإطلاق، أدركت أن الشرك والسكون في الحركة. أول شيء أدركته، أول عملية في سورة الكهف، فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قريبة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم يفطر ثم سواك رجلا، ولكن والله ربي ولا أشرك بعبادة ربي أحدا. إيه هو ما قال أشركت، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طرح الثبات، طرح الثبات، يعني الثبات أنه هي بتضل موجودة ثابتة. قام رد عليه انه انت كفرت بقانون التطور بالذي خلقك من تراب، انت شو عم جاب له قانون التطور انه انت كفرت بهاد؟ قال له الثبات لله، ولا هو الله ولا اشرك به احدا. قال له الثبات بس لله، ما في غير الله ثابت، لا ثابت. عرفت انه مشكلتنا static state of mind، هي أول مشكلة، يعني سكون الفكر تماما، جامد عند أرض معينة واقف. هذا ما وجدنا عليه آبائنا. يا سيدي، في حدا بالدنيا قال عن حاله مشرك؟ قلوا لي في حدا بالدنيا قال عن حاله مشرك؟ طيب شو بيقول المشرك؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. المشرك ما بقول أنا مشرك، بقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا المشرك، هي عشته أصلاً.